أهل السنة، أهل السنة سنة أهلنا. لماذا ني إشن ألار شوا ديب أتالار؟ بهذا الاسم؟ شنكي ألار إشكي هم لأنهم تشكي غمال تمسكوا لربلن بسنة بيغمبر بزنن النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم سنتنا نقلب يبشوار. والجماعة أني إشن اجتمعوا الجماعة، على سنة شنكي بيغمبر بزنن سنتنا النبي صلى الله برلشلر عليه هم تارقوميلار. وسلم شما كره بزدا إذن بيغمبر بز نجتمع هم آمن نفس الجماعة صحابلار ني التي تيرالي تسمى برلشكنر كلام الله نخ شنون تيرالي جيلرغا برلشرغا تيشبز. وهذا السم پیغمبر بزنن صلی الله علیه و سلم سنتنا نقلاب یا بشب الله خم شنن تیرالی برلشن کشلر عليه. سنت اخرلر دیوتالا یعنی اهل سنة والجماعة.